الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا لينا. بداية يعني كنا قد تحدثنا عن معظم البيانات الاقتصادية المهمة على الأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع، لعلها من أهمها يعني محضر الاجتماع للفيدرالي الأمريكي. كيف تتوقعين أن يؤثر على مسار التعاملات في الدولار بعد نزوله عن أعلى مستوياته المتحققة منذ 20 عاما؟ أهلا بك. بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي تراجع بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 20 عاما إلى مستويات دون 103 نقاط في جلسة اليوم. وهناك أسباب هي ترقب كما ذكرت لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، هناك بيانات اقتصادية ستكون هذا الأسبوع، منها مؤشر مديري المشتريات سواء للولايات المتحدة الأمريكية يوم غد وأيضا لأوروبا وبريطانيا ومحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، راح يعطينا فكرة أوضح عن السياسة النقدية التي سيتبعها الفيدرالي الأمريكي. هو يعني ليس قرار، وإنما سيستشف المستثمرون حول إذا كان كيف سيكون تجديد السياسة النقدية، وكم رفع سيكون لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام، وبالتالي يجب مراقبته. وأيضا الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية المتوقع أنه يظهر انكماش، وأيضا الكور بي سي إي هو مؤشر التضخم اللي بيراقبه الفيدرالي الأمريكي وبيعتمد من سياسته النقدية حول ذلك المؤشر. بالتالي عم نشوف كيف أنه الدولار عم يتراجع، في تراجع لعوائد السندات الخزائن الأمريكية بعد وصلت إلى فوق 3%، عم تتراجع قليلا، وبالتالي هناك اللجوء إلى السندات مما يعني سبب هذا التراجع. وبتوقع أن الدولار الأمريكي في عملية تصحيح في هذه الفترة، لكن ما زال نقول أن الدولار قوي لأن في توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية سواء في يونيو ويوليو، ومتوقعين 50 نقطة أساس يعني لرفع رفع أسعار فائدة الكبح ارتفاع التضخم اللي وصل إلى أعلى مستوياته عند 8.13%. نعم. نتحدث عند يعني ارتفاعات قوية، وبالتالي المخاوف الآن من ركود اقتصادي، تباطؤ اقتصادي عم يثير القلق، المخاوف من قبل المستثمرين، وماذا سيفعل الفيدرالي الأمريكي؟ هل سيستمر في تجديد السياسة النقدية؟ وكم عدد المرات التي سيتم رفعها لكبح ارتفاع التضخم في نهاية العام؟ عموما الاتجاه صاعد لمؤشر الدولار الأمريكي، لكن هذه الفترة هي عملية تصحيح لأن هناك عودة لبعض الثقة في الأسواق. يعني لينا، هل استفاد اليورو تحديدا وباقي العملات الرئيسية من عملية التصحيح التي حدثت تقريبا منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع لو طفيفا، أو وأيضا يعني هذا الفارق بين السياسة المتبعة من الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي، كيف تؤثر على تعاملات اليورو في هذا الوقت؟ نعم، بالفعل يعني اليورو عم نشوف عن 1.05 وصل خلال الأسبوع الماضي يعني قريب من أدنى يعني مستوياته، راح يقترب في 5 سنوات. بالتالي عم نشوف التراجعات وصلت خلال الأسبوع الماضي ل1.03، ويعني على وشك أنه يصل إلى مستويات أنه يعادل فيها الدولار الأمريكي، وهذا بسبب أنه الفروقات بين الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. الفيدرالي الأمريكي عم بيقوم بتجديد السياسة النقدية برفع أسعار فائدة 75 نقطة أساس رفعها، وسيتم رفعها أكثر من ذلك خلال الاجتماعين المقبلين. أما البنك المركزي الأوروبي في تجديد للسياسة النقدية، المتوقع أنه يكون بمئة نقطة أساس، وعلى أقل تقدير أنه يكون رفع من البنك المركزي الأوروبي ب75 نقطة أساس المتوقع. لكن يعني اللي عم بيخلي أنه شوي اليورو ما عم بيتراجع بهذا الشكل أنه في توقعات بإنهاء برنامج شراء الأصول خلال الشهر المقبل، لكن المخاوف من التضخم يعني الذي ارتفع إلى 7.5% في منطقة اليورو، فعلى البنك المركزي الأوروبي أن يقوم بكبح ارتفاع التضخم من خلال تجديد السياسة النقدية. لا ننسى أن هناك الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر بشكل كبير على منطقة اليورو، عم نشوف في ارتفاع في أسعار السلع، أسعار الطاقة عم بتأثر بشكل كبير على ارتفاع التضخم. إذا نظرنا إلى فروق عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأيضا عوائد سندات الخزانة الألمانية، في هناك عم تصب لصالح عوائد سندات الخزانة الأمريكية بواقع 187، وبالتالي هذا عم نخلي الاتجاه الهابط المتوقع لليورو. يعني عم نشوفه عم يستفيد بهالفترة هي من ضعف الدولار الأمريكي
ليس أكثر. نعم. وعم نحن يعني عم نراقب البيانات الاقتصادية توصل من المنطقة. لينا يعني تحدثتي عن التداعيات الجيوسياسية وتحديدا على سوق العملات، لكن يعني نرى بعض الإجراءات تمت على أداء الروبل وذهب إلى حالة من الارتفاع، مقابل أيضا في تركيا بعض الإجراءات تمت لدعم الليرة التركية وذهبت نحو الانخفاض. هذه السياسات المختلفة يعني كيف تصفينها مقابل يعني الروبل عفوا مقابل الليرة التركية؟ نعم، يعني بالنسبة للروبل الروسي والليرة التركية، بالتالي الروبل الروسي عم نشوفه كيف عم بيرتفع وعم بيستمر بالارتفاعات، لأنه عم بيقبلوا عدد من الدول الأوروبية أنه قبول يعني استيراد الغاز الروسي وسداد المدفوعات بالروبل الروسي، لكن هناك بعض الدول كفنلندا رفضت سداد المدفوعات بالروبل، وهذا ما يعني خلى أنه روسيا ما تقوم بمنع امدادات الغاز الروسي إلى فنلندا، وهذا ما أدى بالفعل إلى رفع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي، فعم يستفيد بشكل كبير من هاي الناحية، وبالتالي حتى بدفع السندات فهو عم تقوم روسيا بالوقت المحدد، ما عم نشوف في تأخير في ذلك، وهذا عم بيدعم الروبل الروسي نحو الارتفاع، رغم أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي بتأثر على الروبل الروسي، لكن ما تفعل روسيا بشان سداد المدفوعات هذا عم بيخلي انه عم نشوف انه عم نشوفه عم بيدعم عمله الروبل الروسي. بالتالي بالنسبه لتركيا ما زال عم نشوف التضخم مرتفع قرابه ال 70% من الارتفاعات في ارتفاعات التضخم، هناك تاثيرات في العلاقه طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه كمان بتاثر على الاسواق الناشئه على تركيا بشكل تحديد، عم نشوف تراجعات الليرة التركية تراجعت بشكل كبير، لأن هناك تثبيت لأسعار فائدة بعد أن أقام البنك المركزي الأوروبي بتخفيضها عدد من المرات، لكن هلأ بعض الاستقرار عم نشوفه على الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في هذه الفترة، نوع من الاستقرار، لكن ما زال هناك متوقع أن المزيد من الهبوط نشوفه على الليرة التركية، لأن يعني الدولار الأمريكي عم بيلعب هلأ انه في دعم قليل بعض الشيء الارتفاعات انه نشوفها شوي على الليره التركيه، لكن بعد ذلك متوقع المزيد من الهبوط على الليره. نعم. التركيه بسبب عوامل سواء داخليه في تركيا والعوامل الخارجيه اللي عم بتاثر فيها والتضخم والنمو الاقتصادي. نعم. في تركيا وسياسه البنك المركزي التركي. نعم، محلله الاسواق الماليه في إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي. We'll be right back.